ثلاث أمور هتحصل لك أو هيحصل لك حاجة منها لو أنت رأيت التقبيل في المنام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله حبيب قلبي أنا هكلمكم فيه على تفسير حلم رؤيا التقبيل في المنام. يعني ايه يا عبد الله اشوف في منامي ان انا بقبل حد او بقبل شخص؟ هل رؤية القبلة او التقبيل في المنام رؤية من المنامات المبشرة ولا من المنامات السيئة؟ والله هقول لك في البداية ان رؤية التقبيل زيها زي اي رؤية، ممكن ترى رؤية التقبيل في المنام ويكون تفسير كويس وممكن يبقى التفسير وحش. النهاردة انا اكلمك على ثلاث امور هيحصل لك لو رأيت التقبيل في المنام. بس قبل ما ابدأ في ذكر التفسير والتفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتتعيل دعوة في تعليقات بالتوفيق. وعلى فكرة حبايبي انا عامل خدمة تفسير احلام بالفيديو، لو انت عايز نفصل لك حلمك تبعت لي الحلم بتاعك وابعت لك فيديو ليك مخصوص افصل لك الحلم بتاعك. فهتكلمنا على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف تحت والاسعار الرمزية، بس ده عشان بفرغ لك وقتي ومجهودي. ويلا بينا حبايبي نسمي اللون ونبدأ على طول في ذكر التفسير. اول حاجه هتتحقق معاك او اول حاجه هتحصل لك لو انت رايت التقبيل في المنام هو المال والنجاح. لو انت رايت الرؤى اللي انا اقولها لك دي، اعرف ان انت هتحقق ليك حاجه من اتنين، يا اما هتحقق نجاح عظيم جدا او نجاح كبير جدا في حياتك. يعني حياتك حتى لو حياتك دلوقتي تنظر بالفشل، يعني انت حاسس ان انت فاشل، لو انت حلمت الاحلام اللي انا اقولها لك دي الخاصه بالتقبيل، اعرف ان ايامك اللي جايه هتبقى يا اما مليئه بالنجاح الكبير، يعني هيجي لك نجاح كبير جدا فوق ما تتخيل، يا اما هيجي لك مال كثير جدا فوق ما تتخيل. وده لو انت رايت ان انت تقبل الام في المنام، يعني شفت نفسك بتقبل امك والدتك، او شفت نفسك بتقبلي امك او والدتك، فرؤيه تقبيل الام من الرؤى المبشره جدا. كذلك رؤيه تقبيل الزوجه او تقبيل الزوج، يعني حلمت ان انت بتقبل زوجتك او انت حلمت ان انت بتقبلي زوجك، او رؤية تقبيل الرئيس في العمل، يعني شفت نفسي ان انا مثلا عندي رئيسي في العمل وقبلته مثلا على رأسه كده او تقبلت على ايده تقبيل الرئيس في العمل، برضو ده بيدل على النجاح او بيدل على الترقية. فلو انت رأيت تقبيل الام او تقبيل الزوجة او تقبيل الرئيس في العمل، فالرؤية دي مبشرة جدا، بتدل اما على المال واما على النجاح في العمل او نجاح في حياتك بشكل عام يعني. تمام. اما تاني حاجة تتحقق معاك لو انت رأيت التقبيل في المنام هو للأسف بيدل على انك شخص عندك عدم امانة، يعني المنام ده تحذيري ان انت تحاول تغير من نفسك، لان انت لو رأيت المنام ده اللي هو المنام اللي انا اقوله لك ده الخاص بالتقبيل، فاعلم ان هذا المنام بيحذرك ان انت شخص عندك عدم امانة، شخص ما عندكش امانة في حياتك. وده لو انت رأيت ان انت بتقبل امرأة لا تحل لك شرعا وبتقبلها بشهوة، او انت رأيت ان انت بتقبلي شاب لا يحل لك لكي، يعني لا يحل لك، وحلمت ان انت بتقبلي بشهوة، فالمنام ده منام تحذيري بيدل على انك شخص عندك عدم امانة او عندك يعني ما عندكش امانة، فحاول تغير من نفسك. ربنا يا جماعة ما بيجيب للشخص منام زي كده هو بيحذره، فاهمني؟ اما ثالث واخر حاجة تتحقق معاك لو انت رأيت التقبيل في المنام هو نيل منافع في الدنيا، يعني هيجي لك بإذن الله منافع وخيرات في الدنيا في الوقت القريب. وده لو انت رأيت ان انت بتقبل شخص مشهور في المنام، او رأيت ان انت بتقبل شخص ذو قيمة في المنام. لو انت رأيت ان انت بتقبل شخص مشهور او شخص ذو قيمة عالية، فالمنام ده مبشر بيدل على نيل منافع وخيرات في الدنيا. فبكده نكون فصلنا اغلب تفاسير حلم رؤية التقبيل في المنام. اتمنى تكونوا استفدتم من تفسيري يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.